وذكر حجاج بغداد خبر وفاة الشاعر إسماعيل لمحمد بن يزيد بن ربيعة المعروف بالسيد الحميري. شاعر إمامي متقدم، ولد في وادي نعمان قرب الرحبة، نشأ بالبصرة وعاش مترددا بينها وبين الكوفة. صنفه النقاد مع الشعراء المتقدمين كبشار بن برد وأبي العتاهية. اقتصر معظم شعره على مديح آل البيت، بلغ من جودة شعره أن الشاعر بشار بن برد قال له: لولا اشتغالك بمديح أهل البيت لافتقرنا. توفي في بغداد عن عمر نهز 66 سنة. ترك ديوان شعر كبير منه قوله: قف بالديار وحييها يا مربع، واسأل وكيف يجيب من لا يسمع، إن الديار خلت وليس بجوها إلا الضوابح والحمام الوقع.